بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم مشاهدينا بكل خير في هذه الجلسة الحوارية الخاصة لمناقشة مستقبل صناعة الإعلام في ظل تطورات التكنولوجيا، حيث بات من الصعب حاليا تحديد ملامح صناعة الإعلام المستقبلية وما ستنتجه ثورة التكنولوجيا من معطيات ومتغيرات في هذه الصناعة المتسارعة بعد أن تحولت مهنة الإعلام من عمل مؤسسي قائم على كيانات ضخمة إلى عمل فردي يعتمد على أبسط أدوات التكنولوجيا التي وفرتها الثورة الرقمية وما أحدثته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحولات هائلة. لذلك تنطلق هذه الجلسة الحوارية التلفزيونية المسجلة التي تنظمها وزارة الإعلام بمناسبة اختيار المنامة عاصمة الإعلام العربي لعام 2024 لمناقشة وضع صناعة الإعلام ومستقبل المهنة وتحديات المهنيين والعاملين فيها. والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي في الاستوديو نخبة من الأساتذة الكرام الإعلاميين والصحفيين ضيوف حلو طبعا على مملكة البحرين بمناسبة طبعا قمة البحرين. أرحب بالسيد الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي. يا أهلا وسهلا وسعيد بوجودي معاكم ومع هذه النخبة من الزملاء. أهلا وسهلا فيك أستاذ. وأيضا معي الأستاذ راشد الحمر الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا، شرفني أكون معكم اليوم. حياك الله. ومعي أيضا الأستاذ محمد الحمادي كاتب وصحفي إماراتي. أهلا وسهلا فيك. الله يحييكم، شكرا جزيلا. وأيضا معي الأستاذ عضوان الأحمري رئيس تحرير إندبندنت أريبيا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا وشكرا لك، شكرا لمملكة البحرين على الاستضافة. احنا سعيدين طبعا بتواجدكم معنا، وهي فرصة طبعا لتبادل الآراء وتحدث طبعا عن محور جدا مهم وهو مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية في وقت مهم ووقت أيضا يعني بحاجة أن احنا ننهض بصناعة الإعلام في ظل هذه التطورات المتسارعة اللي يمكن تمر علينا احنا كإعلاميين وكصحفيين. أبدأ معك أستاذ ماضي الخميس. لا شك أن طبعا يعني مجال الإعلامي مجال متسارع جدا، هناك الكثير من التحديات وكثير من الفرص، اختلفت طبعا أشكال الوسائل، اختلفت أيضا توجهات الجمهور في هذه الفترة يعني القصيرة. باعتقادك كيف تغيرت الأدوات وكذلك الوسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإعلام من وجهة نظري مر بخمس ثورات أساسية غيرت شكل صناعة الإعلام. أولا من الثورات السياسية، يعني من أول من أعطى الإعلام أو الصحافة بوقتها يعني قبل يكون في مفهوم الإعلام قيمة هي الثورة الفرنسية، التي بعد لأن قبل يعني تاريخيا قبل الثورة الفرنسية كانت الصحافة خبرية، بعد الثورة الفرنسية بدأ ينشر فيها الآراء والأفكار، وكانت يعني ويعتبر الدستور الفرنسي الذي وضع بعد الثورة الفرنسية هو أول من أعطى الصحافة قيمة وقرن حتى بين الحرية والمسؤولية وأعطى موضوع الحرية. وبعدها جاءت حتى كل الثورات السياسية تؤكد على قيمة الحرية الفكرية والصحافة وغيره. بعد ذلك جاءت الثورة الصناعية. الثورة الصناعية طورت في الطباعة، طورت ظهرت السيارات فصار نقل الصحيفة أسرع، صار في يعني منتجات طباعة المصانع قصدي المطابع تطورت. ثم جاءت الثورة الاقتصادية التي أدخلت رؤوس الأموال إلى صناعة الصحافة وقتها، فأصبح هنالك إما ممولين في رؤوس أموال تعلن في الصحافة، أصبحت الصحافة لها إيرادات، أو شركاء بدأوا يدخلون هم في يعني كمنتجين وكملاك لهذه الصحف، إلى أن تطورت وظهرت وسائل الإعلامية الأخرى الإذاعة والتلفزيون. ثم جاءت ثورة التكنولوجيا التي بفضلها صارت يعني الثورة الكبرى في تطور صناعة الإعلام والصحافة. ثم الثورة التي نعيشها اليوم ثورة الاتصالات، يعني ثورة الاتصالات أصبحت إحنا اليوم برنامج في البحرين ممكن يشوفونا العالم حول العالم، ممكن احنا نسجل مع بعض في الموبايل وننقل. هذه غيرت في الأدوات والوسائل ولم تغير في الصناعة فقط، يعني الصناعة تطورت. اليوم احنا يقول لك يعني تأثر صناعة الإعلام في المستقبل مثل ما عنوان هذه الندوة، اليوم صناعة الإعلام ستبقى صناعة، يعني الصحافة لن تنتهي كممارسة، يعني لن يأتي بعد 20 سنة ما في صحافة ما في صحافة،
ولكن شكل الصحافة تحول من ورقي إلى إلكتروني، شكل التلفزيون اليوم كنت أشوفه ساتلايت ولا أشوفه بالأريل الأرضي، اليوم كنت أشوفه في الموبايل والكمبيوتر، ممكن أدخل أبليكيشن فأشوف البرامج وأطلبها on demand وأسوي يعني مثل المنصات اللي ظهرت، أو أني أنشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو أني أنشر في اليوتيوب. فلذلك أنا بوجهة نظري وبدون إطالة أن الصناعة، صناعة الإعلام ستبقى صناعة إعلام، هنالك صناعة موازية هي صناعة وسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت بفضل الهواتف الذكية، فأصبح هنالك تويتر وإنستغرام وفيسبوك وسناب وغيره بفضل وجود الهواتف الذكية، ولكن إذا انتهى الإنترنت ما راح نشوف هذا. أما صناعة الإعلام ستبقى باقية وإن تطورت أدواتها ووسائل النشر فيها. نعم، أنتقل لك أستاذ راشد، هل باعتقادك يعني من حيث هذه المهنة كإعلاميين وصحفيين ووجود التحولات في هذا المشهد الإعلامي، هل واكبنا هذا التطور أم هناك من تخلف عنها من وجهة نظرك؟ أعتقد أن الواجب علينا جميعا أن نواكب التغيرات، فما نبي نكون متخلفين عن الركب لين نوصل إلى مرحلة نضطر أن نكون نضطر ندخل برامج لمحو مشابهة بمحو الأمية بمحو الأمية التكنولوجية. فاليوم المؤسسات اللي ما أخذت طريق التحول الرقمي بدأت يعني كلها مهددة بالإفلاس، مهددة بالانقراض، مهددة يعني بتخسرون جمهورها. دخول الذكاء الاصطناعي على الخط يأتي فرصة مهمة يعني حق جميع الإعلاميين لتطوير محتوى متنوع وسريع، يغنينا عن حجم الكادر الصحفي اللي كنا نحتاجه في السابق. الأدوات الجديدة أعتقد أنها شيء إيجابي لأي غرفة تحرير، لابد أن نحاول أن نواكبها، ندخلها في أكثر من نمط، إن كان في مونتاج الصور، إن كان في تعديل الصوت، إن كان في حتى أفكار تحريرية من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات المالية، أي مادة اللي تعتمد على كم كبير من المعلومات نضعها في الذكاء الاصطناعي ممكن يطلع لنا بنتائج بمحتوى جميل وسريع تحليلي. الذكاء الاصطناعي وجوده الآن موضوع جدلي، هل نستخدمه أو ما نستخدمه، مثل أول ما طلعت الآلة الحاسبة كانت الناس مترددة هل نقدر نستخدم الآلة الحاسبة، هل مسموح لنا في المدارس أو لا. مع الوقت يبتدي يصير يعني شيء طبيعي ضمن الروتين اليومي في العمل يعني. نعم، أنتقل لك أستاذ محمد، مجال الصحفي هل من الممكن أن يعني يتم طبعا السير في هذا الطريق، طريق الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، لأن نوعا ما يمكن الصحافة دائما ينظر لها موضع أو نظرة خوف، يعني في السابق كنا نقول أن الصحافة الورقية ما راح يعني تواصل وراح تندثر، ولكن ما زالت هناك في صحف ورقية، صار في تغير في الوسائل، صار في تغير في الأدوات خصوصا في الصحف طبعا وفي وجود طبعا السوشيال ميديا، هل ممكن ان يعني نشهد هذا التطور راح يكون في قفزة من يعني في جانب طبعا او مهنة الصحفيين او الصحافة بشكل متخصص في مجال طبعا الذكاء الاصطناعي؟ نعم، في البداية شكرا للاستضافة. بلا شك الصحافة تستطيع ان تستفيد بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي. نحن قبل 20 سنة تقريبا عندما بدأ الحوار والنقاش حول التكنولوجيا وتأثيرها على الصحافة وتأثيرها على الإعلام، كان في سؤال كبير يطرح، يعني هل الإعلام سيقود التكنولوجيا أم التكنولوجيا سوف تقود الإعلام؟ اليوم أعتقد أصبحت الإجابة واضحة بلا ريب أن التكنولوجيا هي العنصر الأقوى في التأثير، رغم أن الصحافة والإعلام موجودين كقوة محتوى، لكن التكنولوجيا بتطورها السريع بتغيرها السريع أصبحت مؤثرة وأصبحت تجعل غرفة الأخبار في الصحف وفي التلفزيونات وفي الإذاعات متأهبة لأي تغيير. لذلك اليوم أنا أعتقد الذكاء الاصطناعي الموجود مفيد جدا لمهنة الصحافة، يوفر كثير من الوقت،
يقدم المساعدة للمحررين، يوفر وظائف، وإن كان هذا الأمر يعني فيه إشكالية على بعض يعني من يعملون في مجال الصحافة والخوف من فقدان بعض الوظائف في الصحافة وفي الإعلام، لكن هذه سنة الحياة مثل ما يقولون، والتطور اللي راح نشهده. فبالتالي أنا أعتقد اليوم من الذكاء التعامل مع التغيرات التكنولوجية بشكلها الجديد، الاستفادة منها، عدم مقاومتها، لأن نحن شفنا اليوم بعد هذه السنوات الطويلة كل من حاول يقاوم التطور التكنولوجي خسر وأصبح اليوم خارج الملعب. كل من تعامل بمرونة وبانفتاح مع أدوات التطور التكنولوجي اليوم نجده أنه موجود على الساحة. طبعا إذا تكلمنا على الإعلام العربي بالتحديد، أنا أعتقد الإعلام العربي بحاجة إلى أن يعمل أكثر. ربما الإعلام الغربي نجح بطريقة أفضل في التعامل والاستفادة من التكنولوجيا، وبالتالي البقاء والحضور. وأتكلم عن الصحافة كذلك بالتحديد. الصحافة لم تعد الصحافة الورقية أو غير الورقية، نحن نتكلم عن صحافة مرئية وصحافة مكتوبة. فالكتابة لم تعد يعني مقتصرة على الورق، قبل كان الورق هي الوسيلة، اليوم لم تعد الأوراق هي الوسيلة، وخاصة مع الوقت اليوم في مع ارتفاع أسعار الأوراق، مع وجود حملات ومبادرات بمنع قطع الأشجار والاستفادة منها في الطباعة وما شابه ذلك، هناك تغيرات كثيرة قاعدة تحصل في العالم. مهم في إعلامنا العربي اليوم أن نحن نستفيد من التكنولوجيا الموجودة، نتعامل معها بانفتاح، نستخدمها حتى نستطيع أن نواصل ونستمر في هذه المهنة التي أعتقد أنها ستبقى بلا شك وستكون مؤثرة كما كانت من قبل. نعم، أنتقل لك أستاذ عضوان. يعني صناعة الإعلام يعتبر عامل حاسم في تغيير التوجهات العالمية، باعتبار طبعاً الإعلام هو قوة ناعمة، فيجب أن يعني يتم استخدامه بشكل استراتيجي صحيح، بشكل تقني صحيح، ومواكبة التطورات اللي المتسارعة اللي تعصف بمجال الإعلامي. برأيك، يمكن يعني أستاذ محمد ذكر أن احنا أو الغرب شوي تقدم عنا، هل تتفق يعني مع ذلك؟ يعني أنا سأتي أولا لما قلتي، شكرا لك مرة أخرى على الاستضافة. يعني قبل قليل حتى حينما تحدث الزميل العزيز ماضي الخميس على موضوع الثورات، وتحدث يعني خمس ثورات إما تكنولوجية أو سياسية أو الأخرية أثرت في الصحافة، حتى في تشكيل الرأي العام قبل 1000 سنة أو 1400 سنة أو 2000 سنة قبل أن يكتب شيء على الورق أو الطبيعي بالطباعة، كان هناك كتابة على الجلود وعلى الحجر، وكانت القبائل أو الأمم تستخدم الشعراء لنقل صورة معينة وحتى لتشكيل رأي عام معين وحتى للتعبئة. تطورت مع الوقت حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، كل شخص بجهازه النقال يستطيع الحديث بما شاء. قبل أن نجيب على سؤالك، تخيلي لو أن ضيوفك الأربعة مستبدلين بأربعة آخرين لا علاقة لهم بالصنعة ولكنهم يصنفون أنفسهم كإعلاميين، نسبة وجود ترند لأي حديث يقال 80%، لأنهم لا يوجد لديهم إما رصانة أو مسؤولية أخلاقية في دورة الحديث عن أمر معين، وهذا طبعا الذي لا يتغير في صناعة الإعلام الحقيقي. قد تتغير الأداة، قد تتغير الوسيلة، ولكن المحتوى يجب أن يتطور للأفضل وأن يبقى رصينا، وأن نحافظ على الأخلاقيات الكبيرة للصحافة. بالنسبة لما قاله الزميل العزيز مع حفظ الألقاب والأساتذة الكبار طبعا محمد الحمادي على موضوع تطور الغرب، يعني الكل يعرف أن تشات جي بي تي النسخة الإنجليزية هي أفضل بكثير من النسخة العربية، وحتى هذه اللحظة النسخة العربية هي الأضعف. والسبب البسيط أننا دائما نسأل أنفسنا، هل هذه الآلة وهل هذه اللعبة وهل هذا الجهاز يدعم اللغة العربية أم لا؟ لا أعتقد أن في ذهن المبرمج أو المطور أن يدعم اللغة العربية في أي شيء يقوم به إلا في النسخة الثانية والثالثة. ولهذا نعتقد أن في العالم العربي يجب علينا أن نطمئن كثيرا لموضوع تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي، فأعتقد أن المنطقة الأخيرة في الضرر منه والتضرر هي المنطقة العربية، بسبب أن يعني البرمجة ليست متقدمة في هذا الموضوع. طبعا هناك مشاريع
قوية تعلن عنها بعض الدول من فترة أخرى. هناك هيئة البيانات الذكاء الاصطناعي في السعودية سدايا أعلنت عن برنامج له علاقة بشبيه بشات جي بي تي اسمه أعتقد علام أو علام، ولكن في مراحل التجريبية. اليوم أو في وقت تسجيل هذه الندوة الحوارية شات جي بي تي أعلن عن نسخة محدثة. هذه النسخة يستطيع المخرج أو المصور أو أي شخص يأتي بالجوال ويسأل الجهاز ماذا يحدث أمامي. طبعا لن يتحدثوا بالأسماء، ما أدري إذا تابعتوها أو شفتوها اليوم. سيقولون مثلا أن هناك مذيعة إعلامية تقابل 4 أشخاص، وهناك مثلا علم البحرين في الخلف، مملكة البحرين، دون دخول في التفاصيل. هذه آخر الثورات، أن الجهاز يخبرك بالضبط ماذا يحدث، فيستطيع الأعمى أن يعرف ماذا يحدث حوله فقط بالحديث إلى جهازه. كل هذه الأشياء لن تجدينها في النسخة العربية إلا بعد شهر أو شهرين. ولكن هل ستزيل الأدوات الحالية في الإعلام؟ لا أعتقد، قد تكون مكملة، قد تكون معززة، ولكن يجب علينا أن نطمئن في عالم الصحافة والإعلام أن المهنة أبقى من الوسيلة. والدليل أن أبل أعلنت أيضا على أنها ستزيل الإعلانات الطارئة والإجبارية التي ستكون في المواقع الإخبارية. فكل الذين فتحوا أو افتتحوا صحف شخصية للاعتماد على هذه الزيارات أو إلى آخره سينتهي حلمهم. أيضا أبل لو تتذكرون قبل 4 أو 5 سنوات ألغت التتبع بالنسبة للآي بي، وحرمت كثير من جمع المعلومات والبيانات. لا نعرف ما هي الصراعات الخفية بين عمالقة التكنولوجيا في العالم، ولهذا يجب أن نطمئن، ولكن في نفس الوقت يجب أن نعزز المهنة، أدبيات المهنة، رصانة المهنة، ونعززها أيضا في كثير من الأجيال القادمة، وندع الوسائل تتغير كما هي. نعم. يمكن أستاذ ماضي، أستاذ عضوان وقف في نقطة جدا مهمة، تكلم عن يعني الأدبيات، تكلم عن الرصانة، وتكلم عن يعني كثير من الأمور إحنا نحتاج لها للمحافظة على هذه المهنة. بين الرصانة وبين الأدبيات، التشريعات والأنظمة وأيضا الحريات، يعني في خلينا نقول في هذا الحقل احنا شنو نحتاج عشان نحافظ على مستقبل الاعلام؟ يعني طبعا احنا مع الحريات في الاعلام، يعني اكيد يعني ما تلاقين اعلام راح يقول لا انا ضد الحريه. احنا اكيد ما في اعلام ناجح الا بوجود حريه، ولكن ايضا مثل ما قلت لك اول دستور وضع الاعلام قرن بين الحريه والمسؤوليه. نعم. انت مثل ما تبي تتمتع بحريتك في انتقاد عضوان أو في الإساءة لراشد مع حفظ الألقاب أيضا، أو في التجريح بماضي، أو في التعرض لمحمد أو شيء، أنت مسؤوليتك أنك أنت عندما تتهم شخص أن يكون عندك الأدلة والبراهين، أو أنك عندما تسيء إلى شخص تسيء إلى بشيء موثق، يعني ما تجرح في شخص أو تسيء أو تحط من كرامته وتقول والله هذه حرية. صحيح. وبعضهم لو يقعد يحاول يجرحك، يعني مثل ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدين إذا رحت لجأت مثلا للقانون يقول والله أنت ضد الحريات. ما هو القانون أيضا حرية، أنك تلجأ من حريتي أنا أني ألجأ إلى القانون يأخذ حقي. فالحرية أمر مهم، والتنظيم أمر مهم، والقوانين والتشريعات أمر مهم، علشان ما تصير يعني الدنيا فوضى. ولكن أيضا هنالك أمور أخرى مهمة، يعني مثل التوعية. يعني إذا تذكرين يذكرون الإخوان أول ما ظهر تويتر، فكل واحد كان يعتقد لما يحط حساب خفي، لا حساب يعني غير حقيقي له الخفي مثلا لا يسم، يعتقد أن إذا أنا حطيت حساب وأسأت أخوي محمد أنه خلاص أنا في أمان. بعدين لما بدوا لا يكشفون وحلونهم النيابة ويقضي، خف حجم الإساءة وحجم يعني التعرض للناس بكل المجالات. فلذلك إحنا عندما نقول هنالك واجب أيضا أن يكون هنالك توعية في أضرار ما يحدث، توعية للأطفال، لأن بعض الأطفال أيضا أصبح اليوم مستخدم صغير عمره 10، 12، 13، 14 سنة قاعد يستخدم هذه المنصات وهذه الوسائل. حتى في المنصات يمكن نطلع اليوم بعيد شوية، حتى في التعامل مع المنصات مع أبنائنا، هل أنا أمنع اليوم أن يشوف بعض المنصات اللي فيها عروض خادشة أو فيها أمور خارجة عن الذوق أو العاداب أو القيم؟ أو هل أنا أمنعه؟ ما راح أقدر أمنعه، لأن إذا ماسك الموبايل بيطلع لك كل شيء.
فحتى أنت كولي أمر ولا كدولة ولا كجهات أيضا، إحنا كجهات مجتمع مدني إعلامي، يعني أنا رئيس جمعية الكويتية للإعلام ورئيس الملتقى الإعلام العربي، أخوي أضوان أيضا رئيس هيئة الصحفيين في السعودية، أخونا راشد نائب رئيس جمعية الصحفيين، أخونا محمد كان رئيس جمعية أيضا المجتمع المدني له دور. اليوم المجتمع المدني مو بس هو لا دور في التوعية وفي الاهتمام وفي كل هذه الأمور، يعني احنا ما نحط الأمر فقط على الحكومة واجبها، لا، احنا كممارسين وكمجتمع مدني وكدول أيضا أمامنا دور، لأن هذه التكنولوجيا لها إيجابيات وسلبيات، فإحنا يجب أن نستفيد من إيجابياتها ونخفف من سلبياتها ونتعامل معها بما يتناسب مع رغباتنا ومع واقعنا. صحيح، يعني احنا مع حرية الرأي، ولكن حرية الرأي المسؤولة اللي تبني ولا تهدم. انتقل لك استاذ راشد، تكلمت يمكن خلينا نقول بنظرة إيجابية عن الذكاء الاصطناعي والتطورات كذلك، يعني حابة اعرف وجهة نظرك، يعني الإعلام المستقبلي كيف ممكن راح يكون شكله، سواء كان المقروء او المسموع او المرئي، بوجود طبعا هذه التطورات؟ أنا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي راح يثري الإعلام، راح يخلق لنا اختصارات، أدوات تسهل عملنا الصحفي، راح يزيد الإعلام المحتوى العربي اللي موجود على المواقع، راح يخلقها بطريقة سلسة بطريقة خفيفة. لابد أيضا أن ننتبه لموضوع آخر هو الخوارزميات، يعني في الذكاء الاصطناعي أيضا هناك خوارزميات في التحرير، اليوم في غرف التحرير هل الشارع اللي قاعد يقودنا، هل إحنا تفكيرنا قاعد يقودنا، أم المنصات وخوارزمياتها هي اللي قاعد توصل محتوانا أو لا؟ فهاي الأمور لازم كلها نلتفت لها، نضع استراتيجية لها. وأيضا يعني مهم حتى على الدول والمؤسسات الوطنية أنها تسعى إلى خلق محتوى على هذه المنصات باستخدام هذه الأساليب الحديثة، تعزز من الانتماء الوطني، تعزز من القيم الوطنية، حتى ما نلجأ إلى محتوى غربي أو محتوى أجنبي في قيم ما تناسب مجتمعنا أو سلوك ما يناسب مجتمعنا المحافظ أو الأمور الوطنية اللي نبي نعززها في أبنائنا. كل هذه الأمور لابد أن نلتفت لها. من باب التشريع، إذا تكلمنا عن التشريع الحالي للمؤسسات الإعلامية متعود أن يتعامل مع مؤسسات يعني عددها قليل بهيكل تنظيمي معين. إذا دخلنا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي راح يكون هناك كم كبير من الأفراد اللي راح تتعامل مع اللي راح يتعامل معهم تحت مظلة القانون، فلابد أن التشريع يواكب كل هذه التحولات بحيث أن نقدر نضمن حق كل شخص ونحقق المسؤولية، في نفس الوقت نحقق الانتشار ونضمن حقوق الآخرين. نعم أستاذ محمد، يمكن ذكر أستاذ راشد في المحور السابق أنه كان في مخاوف أول ما يعني ظهر الذكاء الاصطناعي، مثل ما يعني صارت في مخاوف مع ظهور الحاسب الآلية. اليوم كإعلاميين عرب شنو مطلوب منا يعني من خلال طبعا التعامل مع هذه التقنيات، تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال ما يمثل هوياتنا، ديننا، قيمنا، عاداتنا وتقاليدنا، شنو مطلوب اليوم من الإعلامي العربي؟ أول شيء المطلوب أنه يعرف ما هو الذكاء الاصطناعي، يفهم، لأن الإنسان عدو ما يجهل، وهذه واحدة من أكبر التحديات، ليس في الإعلام، في أي مجال. الإنسان دائما يقاوم التغيير ويقاوم الجديد، فإذا ما قرأ وما فهم وما عرف ما هو الجديد، بلا شك أنه سيبقى في دائرة المقاومة والرفض. لذلك أول شيء لازم نعرف ما هو الذكاء الاصطناعي، طريقة التعامل معه، إيجابياته، سلبيات هذا الذكاء الاصطناعي، وأشياء كثيرة. والذكاء الاصطناعي قاعد يتطور يعني بشكل سريع، يعني مش إنه شيء يعني قبل كانت التكنولوجيا تأخذ لها يمكن سنين، بعدين أشهر، الحين صارت بالأسابيع ويمكن بالأيام. فبالتالي لازم الإعلام العربي يكون أبديتد مثل ما يقولون، يعني يحدث معلوماته أول بأول، يفهم اللي قاعد يصير ويجرب. يعني أنا أتذكر أول ما نزل الشات جي بي تي، أول ما صار بابليك مفتوح،
تحتاج استخدمته، فقلت له اكتب لي مقال باللغة العربية، قلت له اكتب لي مقال عن الشيخ محمد بن زايد مثلا، وأنا قلت هاي معلومة بسيطة يعني بيعطيني معلومات، فأعطاني مقالة تقريبا بحدود 80-100 كلمة، أعطاني معلومات مكس بين الشيخ محمد بن زايد وبين الشيخ محمد بن راشد، يعني معلومات طبعا أنا لأن أعرف الشخصيتين فبالتالي عرفت، لكن لو واحد ثاني ما يعرف الشخصيتين أكيد بيأخذ المعلومات كما هي، فبالتالي نحن يجب أن نعرف، يجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذه التكنولوجيا، استخدامها جدا مهم. وهذا الأمر ربما يعني رجعنا للوراء قليلا لما ظهر الإنترنت، كيف الناس والإعلاميين قاوموا هذا التغيير، واللي قاوم التغيير مثل ما قلنا يخرج خارج الحسابات وخارج المنظومة. وبالتالي هذا الأمر مهم. الندوات المؤتمرات كثير من الندوات حقيقة تطرح القضايا هذه وتستشر في المستقبل، يجب أن نحن نعرف، ما يكفي نعرف شو يصير اليوم، يجب أن نعرف شو بيصير في المستقبل. وهذا الكلام مطروح وفي كثير من الاجتماعات واللقاءات والملتقيات والمنتديات العربية هذا الشيء ينطرح اليوم، حتى في الاجتماعات اللي مثلا في الدول الغربية لما يكون في حديث عن التكنولوجيا والتطور هم عندهم نفس المخاوف اللي عندنا نحن، طبعا هم بشكل آخر بطريقة مختلفة لكن هم كذلك يحسبون هاي الحسابات لسبب بسيط، ونحن كذلك يجب أن نفهم. نحن نتكلم اليوم على تأثير التكنولوجيا على صناعة الإعلام، صحيح؟ نعم. واحدة من التأثيرات هي الموارد المالية، وهذه ما نقدر نتجاوزها. نحن نشوف اليوم كثير من المؤسسات اضطرت للإغلاق بسبب أن الموارد المالية توقفت، الإعلانات توقفت، الصحف مبيعاتها انخفضت، وبالتالي ضرورة مواكبة هذه التغييرات، البحث عن أدوات جديدة أنا أعتقد صار مهم جدا. الإعلام العربي بحاجة إلى هذا الأمر حتى لا يخرج خارج المنافسة. النقطة الأخرى كذلك إذا تسمحي لي أريد أؤكد على ضرورة الفصل بين الإعلام والسوشيال ميديا. نحن عندنا خلط في عالمنا العربي هذا مش موجود غير ربما في منطقتنا نحن، يعني اللي في السوشيال ميديا إعلامي والصحفي والمذيع والمخرج إعلامي، لا نحن يجب أن نعمل فصل في هذا. الإعلامي هو شخص محترف، شخص درس تعلم عنده خبرة، يعني ما طلع بالصدفة، اكتشف نفسه بالصدفة، فبالتالي يجب أن نضع الأمور في محلها الصحيح ونستفيد من ثورة التكنولوجيا بالشكل الصحيح دون أي خلط. نعم، نقطة جدا يعني محورية، وهذه الأهم يمكن أنت تكلمت عنها يمكن أستاذ أضوان، كيف ممكن أن يعني يوظف هذا المسمى الصحيح، لأن الإعلامي لأدواته، هذه مهنة لها طبعا تشريعاتها، لها تنظيماتها ولها أقسامها، مش يعني أي شخص ممكن اليوم أنه هو يصير يعني إعلامي بس لأنه ظهر في السوشيال ميديا أو في الإعلام الجديد. في شغلة بس أنا أحب أوقف، أنا لما تكلمت عن تطور الثورات وتكلمت شلون الأدوات تغيرت، في شغلة أنا بس يعني تذكرتها وشيء بالشيء يذكر، حتى يمكن طريقة انتشار الشائعات، يعني في السابق في الثورة الفرنسية قبل الثورة الفرنسية كانت الشائعات تكتب على الجدران فصارت أنها تنتشر، يعني الحين في عصرنا لا، في السوشيال ميديا يعني بالهاشتاج أي وسريع وترند وبسرعة يوصل، فصار عندنا احنا التفاعل، هذا التفاعل في وسائل الإعلام سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المقروء المرئي والمسموع، تفاعل المجتمعات العربية أيضا مع التغيرات اللي قاعدة تمر علينا احنا في عالمنا، تحولات المشهد الإعلامي السريع، تطور التكنولوجيا، كيف ممكن أن يتم يعني التفاعل من قبل طبعا المجتمعات العربية بشكل إيجابي مع هذا التغير السريع والتطور السريع؟ طبعا يعني ليس دور الصحفي دائما يخبر ما يعني كيف يمكن الإنسان يكون إيجابيا أو كيف يمكن يتفاعل، لكن أنا أعتقد أن المسؤولية الكبيرة تقع أيضا حتى على المؤسسات التعليمية. صحيح. يعني الدول العربية من أواخر الدول التي أدخلت موضوع الإعلام الجديد في جامعاتها، وأعتقد أن من أواخر الدول التي أدخلت موضوع الصحافة الرقمية في أدواتها، وحتى موضوع صحافة المواطن. يعني أنا أعتقد المؤسسات الإعلامية هي التعليمية هي التي عليها العبء الأكبر. أول ما بدأ موضوع صحافة المواطن هو طبعا مصطلح قديم جدا، ولكن أول ما بدأ تطبيقه في الجامعات الأمريكية قبل أي جامعات أخرى، ومن ثم بدأ تدريجيا
في العالم العربي كان هناك يعني صراع ذهني أعتقد لدى المؤسسات التعليمية، ماذا يبدؤون به، صحافة المواطن أم الإعلام الجديد؟ فجأة دخلت الصحافة الرقمية فأصبحوا في حيرة ماذا يبدؤون به في من تخصص. فجأة أصبحنا اليوم نتحدث عن شات جي بي تي. المجتمعات تتفاعل دائما مع الترند، مع الموضة، الموضة سواء كانت في الجهاز أو حتى في البرنامج، ولو لاحظنا أن كل برنامج يزيل ما قبله، ولهذا طبعا يجب علينا أن لا نستعجل. هناك كثير من الشركات كانت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس حتى تم إنقاذها، ومثل ذلك تويتر. تويتر اليوم إيلون ماسك قد يقرر صباحا أن يغلق تويتر، لديه من الثروات المالية ما يكفي. ماذا سيحدث؟ وهذا تحدثت عنه قبل، ماذا سيحدث الجهات الحكومية التي استثمرت في أرشيفها الوطني كاملا عبر إعلاناتها وبياناتها وقراراتها في العالم العربي عبر منصة تويتر أو الفيسبوك فقط؟ قد يكون هناك أزمة في الكيابل البحرية، كثير من المؤسسات الإعلامية بدون سوشيال ميديا لا تستطيع أن تتنفس، ولكن لا تهتم بمنصاتها ولا بتأهيل الصحفيين فيها للتعامل مع المتغيرات. ولهذا كل هذه الوسائل المتغيرة، المهم هو المضمون، كيف يتفاعل المجتمع العربي معها. يتفاعل بالتأهيل وبالتعليم فيما يتعلق بالجامعات، أما الشارع لا يمكن أبداً إقناع الشارع بأي طريقة للتفاعل، لا يمكن إقناع الشارع العربي بأن هذا صح وهذا خطأ. في المنزل الواحد قد يختلفون حتى على وجبة عشاء واحدة، فما بالك بطريقة تعامل تقني. كثير من البرامج كان لها يعني دعينا نقول سبق قوي جدا ومن ثم اختفى. اليوم لو تلاحظين اليوتيوب بدأ ينافس منذ سنوات قليلة جدا نتفلكس، وبدأ ينافس كثير من المنصات، أصبح يؤجر الأفلام، أصبح يعرض الفيلم كاملا مقابل مبلغ بسيط جدا. كل شركة تبحث عن التكامل الإعلامي والإعلاني حتى تنافس المنصة الأخرى وتبقى في مكانها الطبيعي وتتقدم. وأعتذر إذا أطلت، لكن الأستاذ محمد قال أن كثير من المؤسسات التي لم تستثمر في البداية أو حتى لم تدخل عالم الإنترنت خرجت خارج المنافسة. يعني لا أريد أن أصدمكم إذا قلت أن كثير من المؤسسات الإعلامية العربية لم تتفاعل لا في تويتر ولا في الفيسبوك ولا غيره إلا بعد 2012 أو بعدها بعضها 2013، وكثير منها كان لديه من رؤوس الأموال في الخليج العربي مئات الملايين لم تقم باستثمارها بشكل جيد إلا بعد أن ذهبت حصتها الإعلانية وأصبحت إعلانات رقمية، فيعني بدأت تندب حظها على الماضي. اليوم من لا يقوم باستثمار الأموال التي لديه في أصول، مستقبلا قد تكون هذه المؤسسات بلا موظفين وبلا مداخيل مالية، وتندم على أنها لم تفعل اليوم ما كان يجب أن تفعل قبل 10 أو 15 سنة. نعم، من هذه النقطة أنتقل لك أستاذ ماضي. تحديات كثيرة تعصف بصناعة الإعلام، ويمكن أفرزت الكثير من أيضا الفرص، خل يعني نوقف عند هذه النقطة كذلك، مش بس تحديات كذلك فرص، ولكن كيف ممكن أن إحنا نستفيد من هذه الفرص اللي ممكن نتساهم بشكل كبير في تطوير الإعلام ومستقبل الإعلام من خلال طبعا استخدام التقنيات المتطورة أو الذكاء الاصطناعي؟ طبعا يعني اليوم بأضيف على نقطتين ذكرهم أستاذ عضوان، واحدة فيما يخص المواطن الصحفي أو السيتيزن جورناليست، أن قبل إحنا في الصحافة كان المواطن لما يصور صورة أو يبي يكتب نقد أو كذا يرسله، فكان في بريد القراء يعني يتم النشر. الآن لا، يحطه في حسابه بتويتر ولا في إنستغرام وخلاص يعني، وأصبح. وهذا طبعا حتى إحنا كإعلاميين وصحفيين، إذا كنت في السابق تبي تكتب مقال، فأنا المقال أرسله للجريدة، لرئيس قسم المقالات، رئيس قسم المقالات يعرضه على مدير التحرير، مدير التحرير يعرضه على رئيس التحرير، رئيس التحرير إذا شاف في شيء يعرضه على المستشار القانوني، يعني ياخذ لفة. فسقف الحرية انخفض، ولكن قيد المسؤولية توسع علي وعلى مديرته. في تويتر اليوم أو في السوشيال ميديا لا، أنا أكتب الرأي وانشره، فسقف الحرية عالي ولكن قيد المسؤولية علي أنا فقط. فلذلك اليوم أنا أعتقد إصلاح أو استغلال الفرصة يبدأ من التعليم. اليوم نبدأ بالتعليم، أن اليوم أول شيء أن مهنة الإعلام ما تصبح مهنة مشاعة، يعني لازم إحنا كإعلاميين، كمؤسسات إعلامية، كجهات منظمة، يجب أن يكون هناك فعلا تنظيم لعمل الإعلام، لأن فعلا واقعيا أن أفضل من اشتغلوا بالإعلام تاريخيا لم يكونوا دارسين الإعلام في الدول العربية أو في العالم كله.
ولكن اليوم الدنيا تغيرت، يجب أن يكون حتى مو ضرورة الدراسة، لكن يجب أن يكون هناك فعلا تخصص، يجب أن يكون هناك اعتماد تخصصي من هو الإعلامي، لازم نحدد أن احنا من مع من نتعامل. شيء ثاني، حتى المؤسسات التعليمية اليوم تلاقين بكلية إعلام في الخليج على الأقل فيها 1000 و1500 طالب، زي هذا وين بيروحون؟ يعني حجم سوق العمل أصبح الاتجاه إلى 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 دراسة الإعلام ليس رغبة في الإعلام. بعضهم يقول لك سهل، بعضهم يقول لك القبول والداني يعني. فأنا أعتقد يجب أن يكون هنالك اشتراطات صعبة ودقيقة في اختيار من يدرس الإعلام، علشان بعدين ما يصبح هناك تسرب من سوق العمل الإعلامي، يروح يشتغل يقول يتخرج يروح يدخل العسكرية ولا يشتغل في بنك ولا في قطاع خاص ولا غيره. فلذلك احنا هذا أمر مهم جدا الاهتمام في التعليم. وأيضا كان عندنا مبادرة سابقة مع اليونسكو هي وأعتقد الآن وقت إحياء مثل هذه المبادرات، أنك أنت تعلم الأطفال من الصغر في المدارس الابتدائية والمتوسطة يعني مو بس إعلام، أنه كيف يتعامل المسؤولية في وسائل التواصل الاجتماعي، شنو يشوف شنو ما يشوف في المدرسة. يعني لازم يكون هناك فصول تعليمية أو خلافة أنك تعلم هذا الأطفال الصغار كيف يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. أخير نقطة وهي استغلال الفرصة اللي تفضلت فيها، أنا أعتقد إحنا لازم كمؤسسات إعلامية وكإعلاميين أن إحنا نستغل الوضع الإيجابي في هذه التكنولوجيا. التكنولوجيا مؤمنين فيها سلبي وإيجابي، ولكن إيجابياتها كثيرة راح تغير من شكل المهنة شئنا أم أبينا. يعني اليوم هذا مو بكيفنا إحنا قاعدين ننطر، لا، المهنة إذا أنت لم تجيد التعامل مع هذه المتغيرات راح يأخذك القطار. مثل لما يكون كاتب، وأنا قاعد أتكلم بواقعية، يعني بعض يقولك والله ما استخدم إلا فاكس، ما دز إيميل. يا عمي دز لنا مقالك بالإيميل، لا تبي فاكس، الفاكس انتهى والكاتب انتهى والدنيا انتهت. عشان كذي حتى اليوم كتاب رأي، راح أختمها، كتاب رأي في الصحافة خف قوتهم، لأن اليوم أصبح حتى الكاتب يقول والله أنا عندي رأي. اليوم تكلمنا عن أحد الزملاء عندي رأي أكتبه في تويتر، فتويتر أكثر تفاعلاً، أعرف ردود فعل الناس، أخذ راحتي، أتفاهم مع الناس. أما بالجريدة بقعد أنطر لثاني يوم وكذا، ويمكن ينشره ولا يمكن ما ينشرونه. فلذلك اليوم هذه التكنولوجيا لها إيجابيات ولها سلبيات، المهم أن نستغل إيجابياتها ونتطور معها. أما إذا بقينا بانتظار المحطة القادمة في القطار ستفوتنا جميع المحطات. صحيح. يمكن يعني أتفق يعني ونتفق أكيد بما ذكر أستاذ ماضي. في أيضا من التحديات يمكن أستاذ راشد اللي هي تعتبر يمكن أو يراها البعض أنها هي أكبر التحديات، خصوصا اللي تلامس المؤسسات الإعلامية. اليوم في مشكلة أن المؤسسات الإعلامية أصبحت تواجه صعوبة في أن هي تصل إلى الجمهور، ولكن في رأي آخر مضاد أن يقال أن الجمهور اليوم أصبح أكثر انتقائية عن السابق، فشنو رأيك؟ هني بعد ممكن ندخل الذكاء الاصطناعي في إيجاد لرئيس التحرير شنو المواد اللي عليها أكثر رواج، وتقدر يعني تخلق لك شنو المواضيع اللي أكثر اهتماماً عليها، وتخلقين من بعدها مواضيع اللي تهم القارئ. الذكاء الاصطناعي يوفر لك يعني فرص لمعظم السلبيات اللي تكلمين عنها. السلبيات قليلة، يمكن بعض الوظائف اللي راح تنلغي، بس راح تطلع وظائف أكثر بكثير. في البداية ممكن أنه يكون حتى يساعدنا في كشف الخبر إذا كان زائف أو لا. يعني هذه في البداية إحنا هاي التحديات اللي قاعد نواجهها، كيف ممكن نتعرف إذا خبر زائف أو لا؟ هل الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدنا في هاي العملية؟ في أمور كثيرة يساعدنا عليها الذكاء الاصطناعي، فلا ننظر إلى الأمور السلبية، خلينا نركز على الإيجابي. كيف ممكن أن نسرع من إنتاج محتوى أكثر في غرف التحرير باستخدام هذه الأدوات؟ كيف ممكن أن نحول الكادر الصحفي الحالي، كيف ممكن يقدر يواكب التطورات اللي قاعدة تصير على هذه المنصات والأدوات؟ فهذه فرصة سانحة لنا جميعا، لازم نستغلها. نعم أستاذ محمد، تتفق مع ما ذكر يعني أستاذ راشد؟ اليوم يمكن يجد راحة الجمهور في السوشيال ميديا، بينما تسعى المؤسسات الإعلامية أن هي تنتج الخبر الصحيح
من المصادر الصحيحة باستخدام طبعاً ما هو متوفر من التقنيات اللي الحين متوفرة، ولكن يمكن الجمهور اليوم أصبح صعب أنه يتم جذبه أو أصبح الجمهور انتقائي بسبب تواجد السوشيال ميديا. جداً انتقائي وصاحب القرار الأخير ومزاجي. نعم، يعني خلينا نقول يعني إحنا إذا بنشوف مقارنة بسيطة وضع الإعلام اليوم ووضع الإعلام قبل خلينا نقول 25 سنة تقريبا، أوكي، على التلفزيونات قبل الفضائيات وما بعد الفضائيات كيف كنا، تغيرت الأحوال لما جاء الإنترنت وانفتحت الدنيا تغيرت الأمور. اليوم أصبح أمام الجمهور، يعني قبل كان يقولك عندك الريموت كنترول تتحكم في القناة اللي تشوفها، صح؟ اليوم عندك الموبايل تتحكم في كل شيء، يعني تعمل سكيب على كل الدنيا وتشوف قناة موجودة في أمريكا ولا في أي مكان في العالم. والتطور التكنولوجي الجديد اللي صاير، نحن نتكلم عن الجيل الرابع، إن حتى مسألة اللغة لم تعد حاجز. في الذكاء الاصطناعي والارتيفيشال انتليجنت أنا ممكن أشوف قناة صينية المذيع يتكلم بالصيني أو الممثل يتكلم بالصيني وأنا أسمعه بالعربي. فبالتالي يعني الثورة التكنولوجية اللي موجودة كانت في صالح الجمهور، ونحن صح إعلاميين بعد نحن في نهاية جمهور، صحيح. يعني نحن كذلك انتقائيين قاعدين نختار نتابع مين نشوف مين، أي قناة أي جريدة أي حساب. فبالتالي هذا التنوع الكبير وهذا الانفتاح الكبير بلا شك أنا أعتقد في نهاية الأمر هو مفيد، يعتبر تحدي كبير للإعلام للمؤسسات الإعلامية. وبالتالي هذا الأمر اللي نحن نقول عليه ودائما نأكد عليه، يجب أن نطور نفسنا، يجب أن نستثمر في التكنولوجيا، يجب أن نستثمر في التطوير، يجب أن نبحث عن المجالات الجديدة والتحديات. هذه الأشياء اليوم تخلق واقع جديد، يعني لازم نفهم أن نحن 15 سنين اللي جاية بيكون وضع تماما مختلف. إذا كنا نحن واصلين في الذكاء الاصطناعي إلى هالمراحل أني أنا بشوف قنوات التلفزيونات في الشرق والغرب بلغات أول مرة أسمع عنها ولا مستحيل أفهمها، يعني مش بالإنجليزي ولا بالفرنسي يعني. فهذا الأمر يعني يدفعنا دفعا كبيرا أن نحن إذا بنحافظ على عاداتنا تقاليدنا ثقافتنا مجتمعنا، أن الأجيال تكون يعني متشربة يعني هذه القيم الأصيلة، هي كلها تتطلب تطوير الإعلام. الشيء الآخر كذلك اللي أنا أريد أكد عليه في ظل هذا التطور الكبير، في الماضي كان اللي يتحكم أو اللي يدير العملية الإعلامية رئيس التحرير أو مدير القناة أو مدير التلفزيون. اليوم رئيس التحرير ما عاد موجود عندنا في الغرفة المجاورة، رئيس التحرير موجود في سيليكون فالي في أمريكا. اليوم هناك الشخص اللي يقول لك هذا الخبر ينزل ولا ما ينزل، هذا الموضوع ينتشر أو لا ينتشر. ونحن شفنا هذا الشيء صار في أحداث غزة وما حدث في أوكرانيا وما حدث في أحداث عالمية كبيرة. وبالتالي هذا يدفعنا دفعا أن نقوي إعلامنا، نقوي أدواتنا، لا يعني نكون يعني كثير مغترين بالتكنولوجيا اللي جاية من الخارج والمنصات اللي موجودة في الخارج، لأن هذه المنصات لا نمتلكها نحن. نحن وإن كانت حساباتنا وباسمنا وقاعدين نصرف عليها، لكن نحن نبقى مستخدمين. فعندما نكون ملاك لهذه الأدوات بلا شك أن نحن نستطيع أن نطور الإعلام. نصرف عليها وملاك لهذه الأدوات، أنا هذه النقطة اللي يعني أبي أوقف عندها أستاذ أضوان. يعني الجانب الاقتصادي مهم، يعني في السابق يمكن طلعت كثير من المسميات تحت بند الاقتصاد، الاقتصاد المعرفي واقتصاد كذا وكذا. إحنا اليوم يعني أمام تحولات كبيرة بحاجة أيضا إلى جانب يعني اقتصادي. صار في تراجع أكيد للعائدات، صار في بوجود طبعاً السوشيال ميديا، وجود طبعاً الجانب الدعائي والإعلاني، يمكن أكثر ما تأثر مؤسسات الإعلامية. إحنا نحتاج إلى خطة أكيد استراتيجية علشان أن إحنا نواكب هذه التطورات، خصوصاً أن التقنيات ما تعتبر يعني تقنيات سهلة، والذكاء الاصطناعي أكيد يمكن بحاجة إلى معدات. أنا أتكلم على مستوى طبعا المؤسسات الإعلامية. بالنسبة حق التلفون شيء بسيط، أنت برنامج بتنزله عندك، بس إذا عندك مؤسسة كبيرة كيف ممكن إحنا نتعامل مع هذا الوضع؟ يعني يمكن صار فيه هناك تنافس من قبل مستثمرين على هذا الجانب.
رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ورحم الله ايضا عالم او منطقه جغرافيه عرفت قدر نفسها. عدد سكان الولايات المتحده الامريكيه اكثر من 330 مليون نسمه. الاقتصاد الاعلامي في الولايات المتحده الامريكيه مخيف. كومكاست امبراطوريه، سي ان ان امبراطوريه، وطبعا وارنر براذرز وغيرها، اتش بي او امبراطوريه، نتفليكس امبراطوريه، فيسبوك وتويتر والاخره امبراطوريات اعلاميه. ليس العالم العربي المستهلك والمستخدم، وانما حتى شرق اسيا وكل العالم، ولهذا لديهم اقتصاديات اعلاميه مخيفه جدا. وانا اعتقد انها هي عباره عن اعاده عمليات تدوير ابل الحاضنه لكل هذه التطبيقات في جهازها، وكلها متجاوره الى جانب بعضها البعض تقريبا في السيليكون فالي. وكل هذا الاقتصاد العالمي التريليوني هو من الولايات المتحده الامريكيه. في الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب الرئيس الامريكي الاسبق والمرشح الحالي للرئاسه حاول ان يقوم ب يعني ابتكار منصه التواصل الاجتماعي له. المتواجدين فيه او في تلك المنصه هم انصاره فقط، ولهذا يجب علينا تحديد ماذا نريد، ماذا نريد ايضا، او ما من نستهدف. انا لا اريد ان اتحدث عن دوله اخرى، ولكن احد الصحفيين في الكويت اخبرني شيء ايجابي، يقول ان اكثر فتره فيها نشاط للصحف الالكترونيه وللصحفيين، وقد يصححني الاستاذ ماضي، هي فتره الانتخابات. كل ناخب يحاول مثلا التعاقد مع وسائل اعلاميه اما للاستشارات او للضخ الاخبار الى اخره. اذا نشاط وانفاق، الحاجة هي أم الاختراع في العالم العربي أيضا. يعني مثلا أتكلم لك الآن عن المملكة العربية السعودية، الصحافة فيها انتعاش في مسألة التغطيات، أصبحت حتى بعض الصحف الآن تبحث عن متخصص في الفورمولا أو متخصص في الرياضة المعينة، لأن هذه ندرة، فيجب علي أن أبحث عن ماذا أريد. اليوم في العالم العربي لا نتحدث عن 22 دولة، سأتحدث عن 6 دول، دول الخليج العربي أقل عدد صحفيين هم الصحفيين المتخصصين في النفط والاقتصاد، وأكثر صحفيين في دول الخليج وأشهرهم هم الصحفيين الرياضيين أكثر من الصحفي السياسي وأكثر من الصحفي المتخصص في الاقتصاد. وأنا أعتقد أن هذه كارثة. أنا إذا لم أعرف ماذا أريد ولا هي الحاجة لبلدي، فهذه كارثة تدل على أنه لا يوجد هناك اقتصاد لا معرفي ولا إعلامي في المستقبل. لو سألنا كثير من الصحفيين في منطقة الخليج الفرق بين برنت وخام وإلى آخره لن يعرفوا، وما هو يعني عربي ثقيل أو عربي خفيف نوع النفط لا نعرفها، نعرفها فقط في نشرات الأخبار. ونحن الدول يعني كنا ولازلنا إلى نسبة كبيرة نعتمد على اقتصاداتنا أو في اقتصاداتنا على النفط. أنا متفائل بدور الصحافة، ومتفائل لدور الإعلام القوي الذي لم يزحزعها أحد، ولا أريد أن أطيل، وكلنا قلنا لا نريد أن نطيل ومن ثم أطلنا. في كورونا العالم ترك السوشيال ميديا وعاد للصحافة الرصينة وذات المصداقية في المصدر. صحيح. في أزمة أوكرانيا في بداياتها تحديدا كان الكل يتجه إلى وسائل الإعلام الرصينة، الكل كان يستبشر قبل 10 سنوات بسقوط التلفزيون وظهور عصر اليوتيوب وقنوات اليوتيوب واليوتيوبرز. فجأة اكتشفنا أنه لا غنى عن التلفزيون، لا في المباريات ولا في التحليل السياسي ولا في التغطيات الإخبارية الحقيقية. التلفزيون حينما نقول التلفزيون لا أقصد 65 إنش أو 70 أو 80، وإنما هو المحتوى التلفزيوني. صحيح. الذي قد يشاهده عبر التلفزيون أو عبر جهاز الهاتف أو إلى آخره. نتفائل بالإعلام، يجب أن نبتهج للمستقبل وأن نحافظ على هذه الصنعة وأن ننقلها لأجيال وتلو أجيال تلو أجيال، ولا نستسلم لكل المتغيرات التقنية. نعم، يعني مهما صار في انتشار ومهما صار في توسع يمكن في السوشيال ميديا، دائما يتوق يعني أي شخص إلى الإعلام الرصين والإعلام الرسمي لأنه يعطي صبغة رسمية. أنا ما ودي أن أختم معكم صراحة يعني الحديث عن هذا الجانب، عموما الحديث عن الإعلام ذو شجون، ما كنتوا حابين نطوله، ولكن يعني رغما عنكم لأن إحنا نحب أن نسمع دائما، هناك كثير من التحديات كثير من الفرص، ونعيش في عصر متسارع، فلابد أن الحديث يكون شيق. أنا قبل لا أختم أبي كلمة منك أستاذ ماضي، ما المطلوب منا وما المؤمن؟ ما المطلوب منا؟ نعم. وما المؤمن؟ أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة وبصحبة الزملاء. المطلوب منا كإعلاميين وكأشخاص أن احنا نعزز
قيمة ومكانة هذه الصناعة وهذه المهنة التي ننتمي لها، أن نقدم عملنا باحترام وأن نحارب أي شوائب سلبية تنسب إلى الإعلام، لأن إحنا يجب أن نحافظ على بيئتنا الإعلامية مثل ما نحافظ على بيوتنا وعلى قيمنا وعلى هذا، لأن هذا عملنا وهذا بيئتنا. وهذا يعني اليوم الإعلام ليست صناعة على جنب، هذه صناعة متداخلة في كل شؤون الحياة. فإذا لم تكن سمعة الإعلام والإعلاميين سمعة معتدلة ونظيفة ويعني مليئة بالجدية والاحترام، بالتأكيد الناس ستشكك في كل شيء يقال. فلذلك الشوائب موجودة، ولكن نبرز أن هذه الشوائب دائما الإعلام الحقيقي هو إعلام ذو مصداقية، إعلام رصين، إعلام ذو جودة، إعلام هادف، إعلام يبني ولا يهدم، إعلام يساهم في تطور المجتمعات وتطور الدول، ويساهم في التقارب وليس في الفرقة. فهذا أنا أعتقد هذا دورنا، وأكرر شكري واستمتاعي بهذه الجلسة. أحنا أكثر. أستاذ راشد، المطلوب منا أن نتبنى جميع الأدوات الجديدة اللي طالعة على الساحة. المطلوب منا أن ما نقاوم أي من اللي جاي لنا. المطلوب أن نفهم شنو الأدوات اللي محتاجينها، إن كان كمبيوترات قادرة على استيعاب المعلومات الكثيرة، إن كان جرافيكس كارد اللي محتاجينها لتشغيل الذكاء الاصطناعي. المطلوب منا أيضا كوادر البشرية اللي عندنا تأهيلها لاستخدام هذه التطورات. أيضا المطلوب منا أن نفهم كل منصة نتعامل معها، الخوارزمية اللي عليها، أسلوب كل منصة لمخاطبة الجمهور اللي على هذه المنصة، لنقدر أن نوصل رسالتنا إلى أوسع نطاق من الجمهور. نعم أستاذ محمد. نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى، وسعيد بهذا الحوار مع زملائي وإخواننا وأصدقاء المهنة. دورنا أن نحن نحافظ على المهنة، نحمي المهنة، أن نستمر متمسكين بهذه الرسالة السامية، وأن يبقى الإعلام ولا يتحول عفوا إلى مهنة من لا مهنة له، ويبقى الإعلام مهنة مقدسة تحمي رسالة. يجب أن يكون الإعلام في خدمة أوطاننا وفي خدمة الإنسان. هذه رسالة الإعلام الكبيرة ورسالة المصداقية والموضوعية دائما. نعم أستاذ عطوان. المطلوب منا أن نشكركم طبعا يعني شخصيا، أما عمليا أنا أعتقد مطلوب منا أن نعمل ولا نتراجع، لأن إذا تراجعنا سيصبح أصحاب الدكاكين الإعلامية هم في الواجهة، وأصحاب الهايبر ماركت مثل ما يقولون، وأصحاب حتى المؤسسات العريقة في الخلف. فيجب أن لا نستسلم، ويجب أن نعمل، ويجب أن نتفائل، ولكن أيضا يجب أن نطالب بتشريعات تحمي المهنة والمهنيين، ولا تصبح بابا مفتوحا لكل من هب ودب دون أخلاقيات للأسف، وأن نفرق أيضا بين السوشيال ميديا وبين الإعلامي، وأن لا يخجل منتمي السوشيال ميديا من تسمية أنفسهم بما يصنعون. ليس عيبا أن يكون هناك سنابرز ولا يوتيوبر ولا يعني صناع محتوى ولا فيسبوكر ولا يعني يسموها ما تسمونها. ليس عيبا، مثل ما أن هناك مخرج، ومثل ما أن هناك مذيع معنا، ومثل ما هناك كاميرامان أو مصور، ومثل ما أن هناك مهندس صوت. هذه المهن هم يعتزون فيها، وفي السوق كل شخص منهم مطلوب أكثر من الآخر، لأنه يقول هذا هو المسمى، وليس مسمى لمظلة أكبر اسمه إعلامي يندرج ما تحتها، حتى عارضات الأزياء أصبحوا إعلاميات. شكرا لكم. شكرا لكم، أنا جدا سعيدة يعني أثريتوا طبعا هذا الحوار، وسعيدين جدا إحنا يعني أهل البحرين بوجودكم معنا بين أهلكم وبين أحبابكم. يعني إحنا دائما نعتز ونفتخر بيعني أبناء الخليج. الهم واحد، الإعلام مشترك، الرسالة واحدة، والهدف واحد، وإن شاء الله يا رب أن نواصل يعني على هذا المنهج، نقدم رسالة نبيلة، إعلام سامي، إعلام هادف يرتقي طبعا بالإنسانية ويرتقي أيضا بأوطاننا. كان معنا الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، والأستاذ راشد الحمر الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، والأستاذ محمد الحمادي كاتب وصحفي إماراتي، والسيد عطوان الأحمري رئيس تحرير إنديبندنت أريبيا. شكرا لكم، وأنا سعيدة جدا بتواجدكم معنا. شكرا. شكرا.
إذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الجلسة الحوارية التلفزيونية المسجلة التي تنظمها وزارة الإعلام بمناسبة اختيار المنامة عاصمة الإعلام العربي لعام 2024 لمناقشة وضع صناعة الإعلام ومستقبل المهنة وتحديات المهنيين والعاملين فيها. كل الشكر والتقدير لضيوفي الكرام، وأيضا كل الشكر لكم متابعينا ومشاهدي تلفزيون البحرين على المتابعة.